مرحبا، معكم دانية من قناة أحلام زي. اليوم حبيت أعمل لكم جولة في مكتبتي. إذا أنتوا جدد على القناة اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك للفيديو. ويلا نبلش. أول كتاب عنا شفر دافنشي لدان براون، مغامرة العقل الأولى لفراس السواح، حديثك يشبهني ليامي أحمد، ألف لباول كويلو. هذا كتاب كتير كتاب بحبه، بنصح فيه بشدة، يعني كتير كتير كتاب حلو. كافكا على الشاطئ لهيروموكي موراكامي، الحب في زمن الكوليرا لجابرييل ماركيز. عملت لكم مراجعة للكتاب هذا، رح أحط رابط المراجعة في صندوق الوصف. رسائل غسان كنفاني لغادة السمام، ستائر العتمة لا وليد الهودلي، زربة اليوناني لنيكوس. هذا الكتاب كثير كتاب بحبه، يعني من الكتب المفضلة عندي. البؤساء لفيكتور هيجو، أولاد حارتنا لنجيب محفوظ. طبعا عندي هون كمان نوتس لكتابة الملاحظات، أنا بحبه أنا أقرأ إني أكتب ملاحظات وأحطها جوا الكتاب، عشان انه لما ارجع للكتاب يكون عندي فكره انا شو قرات وش كان رايي في الكتاب لما قراته. في الضوء الازرق لحسين برغوثي، رام الله الشقراء لعباد يحيى، مدينه لا تنام لفهد العوده. وعندي جزئين الجريمه والعقاب لدوستويفسكي، ماري روز لقاسم توفيق، تعال أعيشك لشهرزاد. وأنا بما إني يعني مكتبتي زي ما أنتم ملاحظين إنه أنا بحب أقرأ بالروايات بالفلسفة بالتاريخ، فيعني هاي مجال للقراءة عندي، فعشان هيك أنا بحب أقرأ بالفلسفة، زي عندي كتب لنيتشه ولديكارت، وهدول الكتب جد كتير مفيدين وبعطيكم كتير لمحة عن فكرهم وفلسفتهم. لماذا لست مسيحيا لبرتان راسل، عالم صوفي لجوستان جاردر، قواعد العشق الأربعون لأليف شفاق، بينما ينام العالم لسوزان أبو الهوى، بائعة الخبز، ذاكرة الجسد لأحلام استغامي، الخيميائي لباولو كويلو، كتاب السر. وكمان قراءات ما بتقتصر على العربي، بحب أقرأ إنجليزية زي The Picture of Dorian Gray لأوسكار وايلد، وفرانكستاين لماري شيلي، وجد قراءة الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزات، وكمان مهزلة العقل البشري للدكتورة علي الوردي. هذول أربع كتب بشكل عام أنا قرأتهم جديد، يعني إذا بدكم أعطيكم رأيي فيهم اكتبوا لي في التعليقات تحت. أوكي، هلأ خلصنا القسم هاد، ننتقل هون. The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chomsky، Fangirl لـ Rainbow Rowell، ومدام بوفري، وفي عندي ساق البامبو لسعود السنعوسي. هلا خلصنا من القسم الفوقاني، هلا بننزل للقسم التحت. هذا الكتاب عندي من ايام الجامعه، هو كتاب جرامر، بحب اقرا له من فتره لفتره عشان يذكرني بالجرامر وهيك، بما انه انا تخصصي الجامعي كان ادب انجليزي. ملائكه وشياطين لدان براون، علي شريعتي دين ضد الدين، مئة عام من العزلة لجابرييل ماركيز، عزازي ليوسف زيدان، كافكا المحاكمة. واضح اني مش قارئها. Looking for Alaska لجون جرين،
و The Republic by Plato. وعندي هون مجموعة من الكتب اللي بتحكي في التاريخ زي تاريخ ألمانيا، تاريخ الولايات المتحدة، تاريخ بريطانيا. في عندي هون مجموعة كتب لأغاثا كريستي، في منهم بالعربي في منهم بالإنجليزي، زي القضية الكبرى، زي الطابور الخامس، وعندي Why Didn't They Ask Evans، وكمان عندي كتاب لنيكولاس سباركس The Choice، وكمان في هون عندي كتاب إيما لجين أوستن، وفي كمان لقطة اسطنبول لأليف شفاق، وآخر كتاب عندي أنت لي لدكتور منى المرشود. بس أعتقد هسا المكتبة صار بدها ترتيب يعني، بس مش مشكلة بنرتبها بنرجع. وكمان أنا بقرأ يعني كتب PDF، كتب شوي علمية، وزي ما لاحظتوا يعني بشكل عام مكتبتي تحتوي على كتب روائية، دينية، تاريخية، فلسفية. بحب هذا المجال كثير، وكمان بحب أقرأ علمية، بس إنه زي ما حكيتكم عندي PDF. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حابين أعمل مراجعة عن أي كتاب عندي اكتبوا اسمه بخانة التعليقات تحت. وبتمنى منكم بنهاية الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة إذا مش عاملين سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وتضغطوا على زر اللايك. ومع السلامة.